وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الوقت الذي نصلي فيه الآن هنا في مركزنا وفي مساجدنا، فإن المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين يعتدى عليه بالغد، يعتدى عليه بالإرهاب، يعتدى عليه بكل صنوف الكبرياء والاعتداء والتجاوز. مسجد يعبد فيه الله، مصلون من شيوخ ورجال وأطفال ونساء مسالمون، ينبغي أن يكونوا آمنين، لا يحملون السلاح، يدخلون إليه عبر البوابات، يصلون فيه من خلال الحواجز التي تمنع من يتجاوز الخمسين سنة، من يقل عن الخمسين سنة أن يدخل. هؤلاء يعتدى عليهم أثناء الصلاة، وكأن هؤلاء عند اعتدائهم على شبابنا وبناتنا وأمهاتنا وأخواتنا وأعراضنا وأحرارنا وحرائرنا في المسجد الأقصى، إنما يعتدون علينا جميعا، على مليارين مسلم ينتشرون في أنحاء الأرض. رسالة وجهها لأمتي ولهؤلاء معا. هذه الأرض فلسطين وستبقى فلسطين. قال تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هذه الأرض ستعود لنا، وكلمة السر في ثبات هؤلاء الشباب يقينهم أنهم منتصرون، وهذا اليقين إنما يستمدونه من كتاب الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. شوف الآية لحالة عم تعطيك مدى العلو الذي يصلون إليه: ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا. بعث، البعث يكون من شيء قد صار هامدا، بعث إسلامي يخرج من قلب تلك الأرض. هؤلاء يجيرون إليهم عواصم العرب والإسلام، عاصمة إسر عاصمة ليحموا أنفسهم، دون أن يعلموا أن هذا البعث الذي تكلم عنه القرآن هو الذي سيخرج وينقض عليهم البيت الزائف الذي بنوه. بعثنا عليكم عبادا لنا، عبادا لنا لا يشترون. من كان عبدا لله لا يشترى بنساء، من كان عبدا لله لا يشترى بمال، من كان عبدا لله لا يشترى بمنصب. وسائل اليهود المال، المنصب، النساء. كانت النساء في حيفا ويافا وعكا على البحر، ومن الموساد يمشين على البحر وكأنهن يعني يسبحن أو كذا من أجل أن يوقعن الشباب. لكن عندما خرج هذا الجيل الإسلامي فلن توقعه امرأة. سيبي لبني رئيسة وزراء هذا الكيان تتحدث أنها أوقعت كثيرا من الزعماء، كثيرا. وماذا كانت تعمل؟ كانت تعمل خادمة في بيت يهيأ لأصحاب الأموال في باريس. إذن هذا الجيل
الثابت، سامحوني إن أطلت اليوم لكن مع أنني مريض. هذا الجيل الثابت يأخذ ثباته ورسوخه من وعد الله. هذا الجيل، هؤلاء الشباب هم الوحيدون في الدنيا، الشهيد فيهم يحمله شهيد، يوصله إلى القبر شهيد، يصلي عليه في القبر شهيد، شهيد يحمل شهيدا يحمل شهيد. هؤلاء ثباتهم يزلزل الأعداء. هؤلاء يقولون استشهد فلان ولم تكن يعني نصيب لي، يبكون أنهم لم يستشهدوا. هؤلاء تزغرد الأمهات عندما يستشهدوا أبناء. لا يمكن لمن اغتصب فلسطين أن يبقى. ولمن لا يفهم بلغة القرآن منهم ومن غيرهم أقول، قبل أيام كتب آريش بيت، وهو كاتب مرموق في بين أقرانه في بلده بين الصهاين معروف، كتب في صحيفة أها آريتس: إسرائيل تنفذ أنفاسها الأخيرة. لسنا نحن من نقول، وإن كنا على يقين من هذا. وقبل وفي عام 2012 ثعلبوا السياسة الأمريكية هنري كيسنجر عندما سئل عن إسرائيل، وهو يهودي وهو يعني من الماسونية العالمية، قال: لن يطول اليوم حتى يذهب أو تذهب دولة إسرائيل. أيها السادة، أنا أريد أن أتكلم كلمة أخيرة. هذا الغرب الذي زرع هذه النكتة في أرضنا وهي غريبة عنا، هذا الغرب الذي يريدوننا أن نسير على ركبه ونقتدي به، هذا الغرب منافق لا نريده، ولا نريد أن يكون إماما لنا. إمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهجنا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هو الذي زرعهم وهو الذي يدافع عنهم في المحافل الدولية، وهو الذي يغض الطرف عنهم وعن جرائم طاغية الشام وعن كل من يؤيد أو زرع من أجل هذه الزرعة وهذه النبتة. ما زال في شعبة الكثير، لكنني أكتفي ولعلني قد أطلت. كم دقيقة زيادة عن الخمسة؟ ثلاثة ثلاثة دقائق سامحونا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.